صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك عفاف. صباح النور، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. تمام. صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر استديو صباح الخير. بدي اتمنى لكم بهذا اليوم وكل يوم تكونوا بكل خير وبكل امان. احلى شيء بحياتنا هو الامانه، فكيف لو تجسد هذا الامان بشخص او بالاشخاص يلي حوالينا، وبنفس الوقت في اشخاص تلاقي امانه لحالها. بدي اتمنى لكم صباح مثل ما بتحبوا ان كنتوا لحالكم او برفقه الناس يلي بتحبوهم. مكملين معكم صباحنا بساعة ونص من الوقت، ولكن بالاول بدي ارجع صبح على سلمى. يسعد صباحك عن جديد عفاف، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يكون كله خير وصحه، واكيد رح يكون معنا معلومات متنوعه بين الاجتماعي والطبي واكيد النفسي وغيرها من المواضيع والتقارير بين المحافظات، ولكن خلينا نصبح عليكم بغنيه بالاول. وأولى فقراتنا سلمى رح تكون خاصة بالليزر العلاجي وتقنيات الليزر المتعددة واللي صار يستخدم اليوم بشكل كتير كبير بالعلاجات الدقيقة لعدد كتير كبير كمان من مشاكل الجلد والبشرة، ومن تصبغات الجلد يلي بتتحول إلى ندب واضحة ونتيجة لعوامل كتير، منها نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحارة والكلف كمان، وخصوصا السيدات بأول أشهر الحمل بصير عندهم مشاكل بالبشرة، كلف أو تصبغات، وأسباب كتير كمان منها بتترك أثرها على الجلد. أكيد عفاف، اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نتعرف أكثر على مجالات العلاج بالليزر، وخصوصا بمشاكل التصبغات وغيرها من المشاكل الجلدية، وكيفية هذا العلاج وغيرها من التفاصيل اللي ممكن تخطر ببال أي سيدة عم بتتابعنا، ورح نعرف الأسئلة اللي طبعا ببالكم عم بتدور ونجاوب عليها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم أبو زخم، اختصاصي في الأمراض الجلدية والتجميل. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور دكتور، وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالأول نتعرف على العلاجات المتعددة للليزر لكثير من مشاكل من البشرة، هل هي تقنية تعد حل لكل مشاكل البشرة اليوم؟ لا أكيد، الليزر هو مأخوذ من الضوء، من الضوء نحن اللي بنشوفه، أو أحيانا من الأشعة تحت الحمراء اللي ما بتشوفها العين. كل هالأشعة هي أشعة آمنة، يعني ما بتدخل بالأشعة المسرطنة، مشان نكون نطمن من البداية أنه الليزر هو آمن وعدد جلساته مفتوحة، يعني ما في تحديد لعدد الجلسات، يعني والله إذا أخذت أكثر أو أقل رح أنضر. في طيف يعني، والليزر بياخذ بالانتشار بمجالات الطب المختلفة وحتى باختصاصنا عم يزيد ويزيد. هن ثلاث مجموعات من الأجهزة الليزر اللي بتستخدم بالجلدية أو بالأمراض الجلدية والتجميل إذا بدنا نقول. شيء بيمتصه الصباغ اللي بالجلد، وفي طيف من الأجهزة الليزر اللي بتتعمل نزع الأشعار، وما بنقول إزالة للأشعار لأنه الليزر حقيقة ما بيعمل إزالة 100%، ما بيعمل شيء اسمه هير ريموفل، بيعمل هير ريدكشن يعني إنقاص دائم بعدد الشعر أو بقوامه أو بنحكي فيها بالتفصيل. ونفسها الليزرات هاي بيغيروا فيه بالتقنية تبعها، ممكن تعمل تعالج الوحمات الصباغية الولادية الموجودة أو التصبغات الجلد السليمة، ومنركز على موضوع السليمة لأنه أي شيء خبيث أو في احتمال الخبث ما منعالجه نحن بالليزر قطعا. نفس الليزرات هي الطيف من الليزرات بتعالج، مو بتعالج، بتعمل إزالة للوشم. فإذا نحن هدول مجموعة من الليزرات، في شيء للوحمات الوعائية، الوحمات الوعائية يعني الوحمات اللي لونها أحمر، وكل هالمكونات الحمراء، وهن كمان مجموعة من الأجهزة، وعلى طول عم نقول مجموعة من الأجهزة. وآخر شيء الأجهزة اللي بتتعالج للندبات ولإعادة إحياء البشرة ولتجاعيد الوجه. طبعا يعني مجال واسع دكتور. طبعا إذا بدنا نحكي بتفصيل كل قصة بنطول كتير. أكيد خلينا ندخل بس اليوم بموضوع اللي حكينا عنه بالبداية واللي هو بما يخص تصبغات الجلد. في أنواع متعددة من تصبغات الجلد مثل ما حكينا. أكيد. في شيء بيكون بسبب الحمل، في شيء بسبب الطقس، في بعض الحروق اللي بتعمل تصبغات، فخلينا نحكي عن العلاج بالليزر بهذا المجال. أكيد كل مرض له خصوصية معينة. مثلا لنحكي النمش تعالج بالليزر، تمام، وهي مو لا تعتبر مرض، فينا ننظر لها بجمال وما نعالجها،
في بعض الناس بتشكل لهم مشكله وبتجي بتعالجها بالليزر، سواء هذول اجهزه الليزر اللي مثل الروبي او الاندياك الكيو سويتش بيعطي نتائج كويسه. بس من ننبه هون انه اذا تعرض الناس تعرضوا للشمس رح يرجع يتصبغ، فما فينا نقول هذا حل. يعني هيك العلاجات مؤقته؟ تمام، لا مو كلها، كل مرض له خصوصيته. في امراض روحها بلا رجعه تعالج وما بترجع، وفي امراض ننبه المريض سلفا انه هاي ممكن ترجع. مثل مثلا في وحمات تجي حول العين اسمها وحمه ايتو اوتا، تجي حول العين وهي ما لها علاج، يعني ما بتلاقي ولا علاج بالدنيا غير الليزر. طبعا مو الليزر بجلسه واحده، بدك عدد من الجلسات وفاصل شهري لحتى ناخذ نتيجه جيده. مثل الكلف مثلا، انا ما كثير بشجع على علاج الكلف بالليزر، في علاجات كثير مختلفه وممكن اخر علاجات هو يكون الليزر. فكل مرض له حيثيه، قد يكون الليزر هو الحل الوحيد لهالمرض، تمام، وقد يكون الليزر علاج مساعد بالاضافه للعلاجات الاخرى، وقد يكون علاج من العلاجات ما كثير يكون مهم. فعلى طول نحن لازم نوعي الشخص انه هذا الليزر مو سحر، قد يكون هو الحل الوحيد بهالمجال وما عندك غيره وبمكان ثاني، ونعرف امكانياته، نعرف انه هون حده. فمشان هيك مرات بتصيب ناس بعضها بخيبات الامل، بتقول لك والله ازاله اشعار، ما في شيء اسمه ازاله اشعار. احنا لازم نوعي المريض سلف انه نحن انت رح يخفوا الشعرات، الشعرات السود رح يصيروا افتح، رح عدد الشعر رح يكون اقل، عوده نمو الشعر رح تضل. يمكن احنا بعد 7-8 جلسات مثلا ناخذ 70% من انقاص، تمام، من التحسن. ويضل عندنا جلسات بسموها صيانه مثلا كل 6 شهور كل سنه على عوده نمو الشعر مثلا. باي امراض مثلا بالوحمات الوعائيه مثلا، في وحمه بتجي بالولاده وهي الوحمه بتجي على الوجه مثلا، وقديش لها اثر نفسي على الشخص كثير، ما لها حل غير الليزر. وهي الليزر له بيمتص من قبل الهيموغلوبين خضاب الدم، وبيجي على الوعاء السخونه وبتغلقه، ما عندك علاج ثاني. فالليزر هو المهم. فنحن هون وعندنا عدد من الليزرات، مثلا شيء سطحي رح ناخذ له نوع معين، الاعمق اعمق، ممكن في عندك التوسعات الوعائيه اللي بتجي على الساقين وبتزعج كثير من السيدات. دوالي؟ الدوالي يعني اذا بدنا نقول نحن العروق الصغيره اللي قطره بين 1 ل 2-3 ميلي مو اكثر. فهي علاج تجميلي طبعا، هون ما عم نحكي عن علاج صحي، علاج تجميلي فقط بالليزر، كثير نتائجه جيده باختيار الجهاز المناسب والطبيب الخبير باجراء هالعلاج. طبعا مثل ما عم نشوف دكتور انه الليزر اليوم دخل بمجالات مختلفه وكمان بعالم التجميل، وذكرت حضرتك انه ممكن نستخدم اوقات لعلاج التجاعيد او لازالتها او للتخفيف منها ومشاكل البشره الجماليه، خلينا نحكي عن احدث التقنيات بهذا المجال. اكيد نحن في طيف من اجهزه الليزر اللي بيمتص الماء، فهي اول شيء بلشوا باجهزه يعني تقشط كامل الجسم، بعدين الجلد، بعدين لقوا انه في تاثيرات جانبيه، في تعطيل عن العمل، صار في شيء اسمه فراكشنال ليزر. هذا الفراكشنال ليزر بيشتغل على جزء من السطح مو كامل، فبيعطي يعني اريحيه انه بتعمل الجلسه خلال كم يوم اسبوع بتلاقي الشخص بيرجع لعمله، بيرجع لشغله، وبيعطينا النتيجه المرجوه بدون تعطيل عن العمل، بدون اذيه مثلا، بدون حتى التأثيرات الجانبية عم تكون أقل من تصبغات، من ندبات وغيرها. مثل ما تفضلت بيعالجوا مثلا الندبات، ندبات بأشكالها، سواء مثلا بعد عمل جراحي، بعد حرق، بعد حب شباب، كل هالطيف من هدول. وسواء كانت الندبة ضامرة بسموها ضمورية، يعني نازلة عن الجلد، أو مرتفعة، أو أنه مشوهة الجلد، أو في عنا اختلاف باللون او التصبغ، لا بالكلى، حتى اللي بدي بسموها
الجدرات كمان ممكن تتعالج بهالنوع من الجهاز، بالإضافة لبعض أنواع التجاعيد السطحية وشيء اسمه إعادة إحياء البشرة. هلأ الطب التجميلي كلياته يعني راكض لفي خلايا اسمها الفيبروبلاست، هاي خلايا مولدة للليف اللي بتكون قاعدة تحت الجلد. هالخلايا هاي بتنتج لنا كولاجين، بتنتج هيالورونيك أسيد، بتنتج إلاستين، وكلهم هدول دورهم معروف جدا بالتجميل. فكل هلأ الوسائط وكل هذا لتحريض هالخلايا، والليزر أحد هاي الوسائل اللي ممكن تحرضها سواء بالحرارة أو بإجراء الفراكشنال ليزر اللي عم نحكي عنه لحتى تنتج كميات أكبر من الكولاجين والإلاستين والهيالورونيك أسيد لحتى يعطينا بشرة أكثر نضارة. وخاصة بتستخدم الليزر هذا، الليزر اللي عم تحكي عنه، لشيء اسمه فوتو إيجينج. فوتو إيجينج هو الشيخوخة الضيائية، وهون معروف يعني أنه الشمس بما تحويه من أشعة فوق بنفسجية إلى أذية كتير كبيرة على الجلد والبشرة وعلى شيخوخة البشرة. وإجا الليزر هذا ليعملنا حل لاختلاف التصبغ اللي بيصير بهالفوتو إيجينج أو أنه التجاعيد بمختلف أشكالها، وإعادة إحياء وتحريض الخلايا اللي عم نحكي عنها، هي خلايا مولد الليف لحتى ترجع تشتغل بطاقتها الكبرى. طيب دكتور، قبل ما نختم سريعا، حضرتك حكيت انه اغلب اللي بيتعالجوا بالليزر سواء كان لإزالة الاشعار او حتى اللي هي العلاجات الندبات وما الى ذلك، يجب الانتباه لأشعة الشمس. ولهيك بنسمع انه احسن وقت مثلا اذا حدا بده يعمل ليزر يعمل بالشتاء، بيكون أشعة الشمس قليلة. قد في له آثار جانبية إذا حدا خضع لهي الجلسات، وخصوصا بدرجات الحرارة العالية اللي عم نعيشها حاليا؟ هلا الليزرات يعني على الطبيب يختار الأنسب بالوقت المناسب. أشعة الشمس هي ضارة، ليزر بدون ليزر بنص الليزر بس بتزيد تتفاقم. أكيد يعني أكيد أشعة الشمس يعني نحن دعوة إنه ما يتعرض الواحد لأشعة الشمس بالفترات اللي بيكون الأشعة فوق البنفسجية بقمتها، اللي هي بين 10 و4. طبعاً الجلد اللي متخرش أو مرضوض لأي سبب رح يكون تأثره بالأشعة فوق البنفسجية أكبر، وبتكون التصبغات والندبات، هي طبعاً الندبات ما لها علاقة كتير بالأشعة، التصبغات رح تكون أكبر. فكله وكل جهاز له حيثيته يعني، والطبيب رح يختار لك. حتى بالصيف ممكن نعمل بإجراءات كتير مهمة مع تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر. دكتور خلينا نصحح معلومة ولو بآخر دقيقة دقيقتين من الوقت، أنه التعرض لأشعات الليزر بشكل متكرر أثناء العلاج ممكن يؤدي لأمراض خبيثة، هي صح المعلومة؟ أكيد لا، نحن لازم نكون نحن فهمانين تماماً وين عم نحكي. كل أجهزة الليزر المستخدمة على الأقل بيقول أنا بالجلدية والتجميل تقع ضمن الطيف المرئي اللي نحن كل يوم نتعرض له، والأشعة تحت الحمراء اللي ما بنشوفها ولا كان هي موجودة، وهي تميزها عن الأشعة المؤينة. يعني الأشعة اللي بيكون فيها طاقة عالية كتير هي الأشعة السينية، وقت اللي بنعمل صورة شعاعية، أو الأشعة بالانفجارات النووية أو بالحروب، هي ما لها علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد. وعدد جلسات الليزر مفتوح وآمن، وحتى المرأة الحامل إذا كانت هي عم تجري العمل هي مسموح تشتغل بكل أمان، لأنه ما بيأثر لا على المرأة الحامل ولا على الجنين. لكن نحن ببعض الحالات ما بنشتغل على المرأة الحامل لأسباب ما بتتعلق بالليزر، لأسباب تانية، ممكن يحرض ألم مثلا، ممكن يلام إذا صار تشوه معين، أنه الليزر يكون هو السبب مع أنه الليزر بريء من لهيك الأفضل أنه ما نعمل شيء خلال خلال الحمل. يفضل ما نساوي شيء منشان يعني ما نشك بالموضوع. بس قطعا الليزر ما له تأثير لا على المرأة الحامل مباشرة كأشعة ولا على الجنين. وحتى المرأة الحامل الطبيبة أو التكنيشن اللي عم يشتغل ممكن تشتغل بكل أمان بدون أي تأثيرات جانبية. يعني بدنا نشكرك دكتور على وجودك وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا لكم. شكرا لك دكتور ابراهيم، واكيد بنتمنى السلامه للجميع. اهلا وسهلا. شكرا.
ولح نروح لمحطة كتير بتهم الشباب وخصوصا بهذا الوقت، بلش طبعا التسجيل على الجامعات وبلش اختيار الشباب والتفكير بالاختيار للخط الأكاديمي والمهني، هالمسار اللي بيغير حياة الإنسان 180 درجة، فبالتالي بيفكر شو ممكن اختار، كيف ممكن أرسم طريقي، بتدخل كتير احتمالات ضمن هالاختيار من الأهل ومنا أيضا شو ممكن استفيد من هالشهادة فيما بعد. طبعا سلمى وضمن معدلات واختصاصات كتير متنوعة اليوم ومحددة ومجالات متنوعة، ممكن انه هون الطالب يحتار كتير وما يعرف شو يختار او شو المناسب لإله او شو المناسب حتى اكتر يلي بيساعده بتطوير مهنته اكتر ودخوله بسوق العمل. لهيك اليوم صار في معرض للطلاب وهو اسمه يونيلينك، وهذا المعرض بيتضمن من تخصصات الجامعية ومجالاتها بسوق العمل، وأكيد لحتى نتعرف أكثر على هذا المعرض وعن تفاصيله وشو الضمان من اختصاصات جامعية بتساعد كل الطلاب يلي بيروحوا عليه لحتى أنهم ما يحتاروا بأمرون. معنا اليوم الأستاذ سليم الكسمة وهو مدرب بالتنمية البشرية. صباح الخير أستاذ سليم. صباح النور. صباح أهلا وسهلا فيك أستاذ سليم. يسعد صباحكم. يعني مثل العادة بناخذ هيك إرشادات منك لكل الطلاب يلي بدهم يدخلوا على الحياة المهنية الجديدة أو الحياة الأكاديمية بالأول. جميل. يونيلينك، خلينا نتعرف أكثر عنه. مشروع يونيلينك اليوم نحن بالسنة الثامنة له. مشروع نحن أول شيء جينا يعني بال 2016 شفنا عم يصير كتير محاضرات. طبعا أول شيء مشكور كل المبادرات اللي عم تصير هاي السنة، في بحدود تقريبا 20 مبادرة لطلاب البكالوريات صايرة، وكلهم مفيدين وكلهم جيدين وبنصح الطلاب يحضروا الكل. تمام. نحن مبادرتنا الشخصية، فريقنا عندنا فريق اسمه لينك متألف من كل الجامعات، لقينا في مشكلة أو ثغرة، الطالب عم يفوت على الجامعة. كثير من الطلاب أنا بيجوني استشارات بيقولوا لي أستاذ نحن فتنا فرع ما بنعرفه، كنا مو حابينه وحبينا، أو كنا فكرينه شيء لقينا شيء تاني. فطلعنا بشغلة فريقنا لينك يونيفرسيتي، يعني لينك الجامعة، طلعنا بيونيلينك. أول شيء نحن منبلش بمشروع محاضرات، في محاضرات عادية، ورشات صارت، هاي الورشات بحدود صار عنا تقريبا 7 ورشات هذا الموسم. الطالب بيجي لعنا بيعمل استبيان اسمه استبيان هولند، ميول تحديد ميول مهنية. بعدين نحن من في القاعدة الشهيرة هي رغبة وفرصة وقدرة، كتير مهم الطالب يعرف اختياره حسب رغبته وفرصته وقدرته. طبعا الرغبة اللي هي الجانب العاطفي تبع أنا شو بحب وأنا شو عاجع عبالي وأنا شو شغفي، هل هي لها قيمة؟ إيه؟ طبعا دائما بكل موضوع تخصصات جامعية أو اختيار التخصص بتلاقي في كتير من الناس اللي عم يعطوا إرشادات بأوفر، إما بيعمل القصة كلها شغف واتبع شغفك واتبع حلمك، أو القصة كلها الحق المصاري والحق المكان الاجتماعي والحق الفرصة أو الحق قدراتك ومهاراتك. الثلاثة إلهم يعني إلهم مثل بيقولوا علامة، إلهم دور. إيه بس الشغف له أنا بعطيه 20 علامة، القدرات بعطيه 40 علامة، وبعطي الفرصة قديش فرصتك خلينا نقول دخله وانتشاره 40 علامة. طبعا بنعلم الطلاب بطريقة علمية يفاضلوا بين التخصصات، وبعدين نحن إن شاء الله حتعاد يوم الجمعة مساء أونلاين لكل الطلاب بكل الدنيا. هي السنة صار هلا حضران عنا بحدود 600 طالب لهلا الورشات تبعنا. طبعا مشكورين جمعية التميز حضرناها، اشتغلنا مع سوريان التعليمية، اشتغلنا مع المبرة، مع أكثر من مكان ساوينا هاي المحاضرة فيهم. بعدين نحن بننقل الطالب على شيء اسمه معرض، ما في محاضرات. تمام. منجيب نحن طلاب، اليوم صرنا 70 تخصص بين معهد وجامعة خاصة، تخصصات جامعة دمشق كتير كبيرة، تخصصات المعاهد كتير كبيرة، في معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي، في معاهد تابعة لوزارة التربية، في كتير تنوع. بصراحة الخيارات كتير كبيرة، خاصة الطلاب اللي جايبين علامات مثل ما بيقولوا قليلة بيفكروا انه انا ما طلع لي شيء. تمام. وكتير شائع بين الطلاب انه والله طلع لي معهد تقطيف ملوخية. مهما كانت علامتك في معهد جيد بيناسب قدراتك وبيناسب مهاراتك، بس اطلع على الخيارات. نحن هلا على الفيسبوك صرنا تقريبا شهر عم ننزل تعريف، وبرجع بقول في كتير موجود كذا حدا عم يعمل تعريف عن التخصصات. هذا اقروا، كتير مهم قبل ما تختاروا اي تخصص تعرفوا هذا التخصص شو هو. فنحن عاملين بالمعرض بفوت الطالب بيلاقي 70 طاولة، كل طاولة حاطط الطالب الشغلات اللي بيدرس فيها، تبعات العمارة حاطين غراضهم تبع العمارة، تبع الجغرافيا حاطط كتبه ونوطاته وخرايطه وقصصه، تبع الأتمتة والحواسيب حاطط غراضه.
كل تخصص حاطط يفوت الطالب على الجو تبعه، نحكي له نحن شو سنوات الدراسة، شو بيدرس، شو العملي، شو فرص العمل، شو إذا سافر، شو المهن، شو عيوب الفرع، شو ميزاته، بطريقة حيادية مشان نشرح له. بيفوت الطالب لعنا بياخذ تقريبا 25 أو 30 فرع بفتلة ساعة زمان. طبعا إن شاء الله نحن السبت حيكون في عنا معرض، والأحد معرض، ثلاثة وأربعة وخميس معرض، والسبت اللي بعده في معرض، يعني حنكون مع أكثر من جهة بأكثر من مكان. تمام، السبت إن شاء الله مع عنبرها بدمشق القديمة بمكتب عنبر، حنكون الأحد حنكون بالتميز بالميدان على كورنيش الميدان، ثلاثة وأربعة وخميس حنكون بساحة الحجاز بفندق الشرق، السبت حنكون بالمزة بجمعية المبرة، ولسه في ثلاث أربع معارض تانيات. يعني هيك الحمد لله صار طبعا كل جهة عم تتعاون معنا، يعني طبعا كل جهة من هدول هن المنظمين، نحن منكون معهم مسؤولين عن المحتوى، نحن مسؤولين عن الطلاب معنا. هاد أنا بقول للطالب وذلك أضعف الإيمان، إما تقرأ عن التخصص اللي بدك تفوته أو تروح تشوفه بمعرض، الأفضل من هيك تروح تشوف عنه فيلم، تحاول تعيش القصة، لأنه كتير من الطلاب عندهم أوهام أو خليني أقول أفكار مسبقة عن تخصص معين. بيقول مثلا طالبة بتقول أنا الميكانيك ما بيناسبني، شلون بده يناسبني ميكانيك وأنا طالبة؟ مين قال لك إنه يعني الميكانيك بس للشباب؟ لا، ممكن يناسبك. والله أنا هندسة المدنية ما بتناسبني، أنا بدي أنزل على العمارة والشمنتو. مين قال لك إنه بس للشباب؟ ممكن يناسب في شيء معين، في دراسات، في رسوم، في قصص. كثير من الطلاب يطلع لهم معاهد، فبيقول انا طلع لي معهد، هذا المعهد ما له مستقبل. مين قال لك المعهد ما له مستقبل؟ سليم، ممكن تجارب المحيط بهذا الطالب هي كثير ممكن تاثر عليه يا سلبا او ايجابا. يشوف قدام عيونه ممكن هذا التخصص ناسب غيرك بس هو ما شرط يناسبك انت. 100%. اليوم معرض يونيلينك، شو هو التخصص المطلوب يلي بيأهل الطالب اكثر لحتى يدخلوا بسوق العمل اكثر، او المطلوب من قبل الطلاب؟ شكرا، رائع السؤال. الفكره الاساسيه انه كثير بدي اقول للطالب هو عالمك وليس العالم. كثير من الطلاب اليوم عم يفتحوا على اليوتيوب، فبتلاقي باليوتيوب المهن الاكثر العشر انتشارا في العالم. تماما. بالعالم مو بعالمك، العالم مو عالمك، الكوكب مو كوكبك، المحيط مو محيطك. تماما. فبالتالي احيانا بضرب انا مثال كثير بسيط، احيانا مثلا علم النفس، علم النفس في كثير عالم بيقول لك انا علم النفس ايه، ما له فرص عمل وما له شغل وما له كذا. وحدة تاني بعيلة تانية، والله نحن بعيلتنا عندي خالتي دكتورة علم نفس دخلها ممتاز، عندي عمي علم نفس بيشتغل مع منظمات رقمه فلكي. فبالتالي حد نفس الطفل، طبعا عم ضرب امثله، وكل التخصصات نفس الشيء. اي تخصص انت ما بتعرف فيه فهم، هو مو معناته التخصص سيء وجيد، بس هو تخصص حسب عالمك. كثير مهم انا ادرس محيطي، ادرس عالمي، اعرف انا شو الفرص الموجودة. وهون نحن بصير في الصراع بين الأهل وبين الطالب. غالبا الطالب البكالوريا أو طالب الثانوي بيكون مطور شخصية ومرجية لأهله. تمام، هي غير شخصيته الحقيقية. فكتير بيلجأ الطالب، وخاصة بيعرفوا الأهل، إنه لما بدون شيء معين بيحاكوا رفيقه الفلاني أو أخوه الفلاني أو أستاذ المدرسة أو اللي هو اللي بيعرفه هويته الحقيقية. بهذا الوقت نصيحة، فالأهل بيقولوا له أفضل شيء بيناسبه على هويته اللي مطور لهم إياها، وهو بيختار على هويته الحقيقية. لذلك بهذا الوقت أنصح الطالب اليوم، الله يوفقك، روح لعند أهلك وصارحهم، أنا بحب هيك، أنا بدي هيك، أنا بدي ساوي هيك. هلأ مو وقت والله، يعني مثل بيقولوا تمثلوا على بعض. تمام، أول نقطة. ثاني نقطة، الأهل حاولوا تروقوا شوي على أولادكم، ما تجبرون زيادة، لأنه هو عنده شغف ما، هو عنده حلم ما، هو عنده قدرات ما، عنده مواهب ما، هو بيعرف شغلات ما. يعني ممكن مثلا طالب يقول له أنا بفوت لأبو بدي فوت فنون جميلة، أبو شو هي فنون جميلة؟ يقول له أبي بابا أنا بدي فوت جرافيك ديزاين، جارنا من الجرافيك ديزاين بطالع بلاوي مصاري، بابا أنا محمد جارنا اللي بالمطبعة بطالع مليونين ليرة وصل له كذا سنة وهو معلم على الأساس، ما فيها طول بالك منين. هون بيصير في صراع بين معرفة الأب ومحيطه، معرفة الطالب ومحيطه. كثير لازم اشرح لأهلي أنا وين وكيف عم بختار وليش عم بختار. هل في تخصص أنسب؟ ما في تخصص أنسب. كل شيء نصائح بتسمعوها مني ومن غيري ومن كل مبادرة ومن كل مدرب ومن كل بكل هذا، هلا بيصير شائع تحديد الاستبيانات الشخصية، كلهم عبارة عن إرشادات ونصائح. ما في ولا حدا إياكم يروح واحد ياخذ استشارة وهذا الشخص اللي قدامه هو يقول له أنت بيناسبك فيزياء، انت بيناسبك علم اجتماع، انت بيناسبك كذا. هذا القرار خاطئ 100%. المفروض انا اقول له كيف يفكر، اذا كنت انا استشاري صحيح انا اقول له كيف يفكر، استعرض له الافرع
بشكل حيادي. اليوم ديروا بالكم موضوع التجربة الشخصية اللي طرحتيه حضرتك. اليوم كثير إذا شفت طالب أنا بتجربة سيئة بفرع جامعة فحيكرهني بفرعه تماما، فخذ الموضوع بحيادية دير بالك. واحد اثنين، يمكن العكس بالعكس، في طالب طاير عقله بفرعه كانت تجربته جيدة بفرعه فحببني بفرعه. أنا دائما المتطوعين اللي معي كلهم بقول لهم نحن ما بدنا نحبب حدا ولا بدنا نكره حدا بالفرع، نحن منستعرض الفرع ونحكي عنه بحيادية، ودائما إذا حكيتوا إيجابيتين احكوا براهم سلبيتين. قول إنه الفرع طب الأسنان كتير حلو، بده فن وبده بس بده تعب وبس مكلف دراسته. قول إنه العمارة كتير حلوة وفيها خيال وفيها شيء كتير حلو، بس قول بنفس الوقت بقلب الدراسة مكلفة وفي امتحانات كتير وفي سكيزات كتير وما عاد تشوف أهلك تقريبا يعني. فبدك دائما تطرح الإيجابية مع السلبية. ما في فرع منيح بالمطلق، ما في فرع حتفوته الحياة وردية وحيفرشوا لك الأرض بوكيت، وما في فرع سيء بالمطلق. دولة كاملة عاملة لهذا الفرع وفي ناس عم تدرسه، وأكيد اللي طلعوا منه ما طلعوا كلهم عالي على المجتمع، لا كلهم عم يشتغلوا. فبالتالي لحد يقول لك والله هذا الفرع أنا فرعي ما فيه ولا فرصة عمل، منين جايب الكلام؟ هذا كلام مرفوض. طيب خلينا نحكي عن نقطة مهمة كمان أستاذ سليم. أوقات كتير بنشوف للأسف بعض الطلاب حتى الآن ما عم يقدروا يوصلوا لقرار بينهم وبين أهلهم. نعم. في كتير بينقادوا وراء أهلهم، مثلا إذا الأب محامي بنلاقي اثنين ثلاثة بالعائلة محامي مهندس، العائلة كلها بتصير جينات مهندسين. بتصير جينات وراثة بالعائلة، بس بوقت معين بعد سنين هي الدراسة بيكتشف انه هو دخل مجال اللي ما بيناسبه وما كان بالدنيا، فبيصير بيغير مسار حياته. أحيانا بيغير تماما، يعني كتير اوقات بنلاقي ناس دارسين شيء وعم يشتغلوا شيء ثاني. طيب كمان هدول خلينا نحكي قديه مهم اليوم نتوجه لهي الفئة. بالضبط، كتير مهم تعرفوا شغلة انه الفرع اللي بتدرسوه كثير الناس بتفكر انه مهنته هو فرعه الجامعي. مهنتك ليس فرعك الجامعي، بقلب الفرع في تخصصات. هلا كل حدا، في كثير ناس بتقول لك انا ما بحب الرياضيات فانا طلع لي اقتصاد فانا ما حيناسبني الاقتصاد. مين قال لك انه كل الاقتصاد رياضيات؟ هلا صرنا عم نشوف شغلات مرتبطه بالحياه بالسوشيال ميديا، يعني اختصاصات ما كنا نسمع عنها سابقا. بالضبط. مثلا كاتب محتوى. نعم. انا بشتغل كاتب محتوى. تماماً. تسويق الكتروني، شغلات كانت سابقا ما انا متروقه بالمجتمع يعني 100%. هلا الفكره الاساسيه هي القصص اللي موجوده. بحب اخبر اي حدا انه 90% من عملك، طبعا اول شيء النسبه العالميه 3% بالعالم اللي بيشتغلوا بشهادتهم، يعني اللي تتطابق عملهم مع تخصصهم الدراسي، هذا 3% بالعالم، لانه هي المنظومه مو بس عندنا، منظومه عالميه عشان الكل يرتاح. واحد اثنين، انا بدي اقول شغله كثير مهمه تعرفوها، تخصصك الجامعي ليس مهنه المستقبل. يعني انا اذا فتت فرع ما بشتغل فيه مو بالضروره ومو شرط. طب شو بستفاد من الجامعة؟ بستفاد من الجامعة عدة شغلات، أول شيء العلاقات، اثنين شيء الخبرات، ثلاثة معلومات، أربعة وهو الأهم، في كثير من الناس بيعملوا تصالب مجالات. شو يعني تصالب مجالات؟ أنا كاتب محتوى، بحب كتابة المحتوى، بحب السوشيال ميديا، ودارس طب بشري، عم تطلع تعمل، عم تصير عندها قناة يوتيوبر والمحتوى تبعها طب بشري، تمام؟ القناة المحتوى يعني أنا كاتب محتوى، هذا ما بده محتوى؟ فشو المحتوى؟ المحتوى هو دراستك. كثير من الشباب، في مهندس مدني ما بيحب الهندسه المدنيه، عمل يوتيوبر وعمل يوتيوبر وحب حبب السوشيال ميديا، شوي شوي تحول محتواه لهندسه مدنيه، وهذا الامر كثير شائع، هذا الامر كثير شائع. بالتالي دراستك كثير بتفيدك. انا والله اخي انا شغفي بكذا وحالحق شغفي، طول بالك، حاول يكون شغفك يتطابق مع فرعك، علاماتك ما ساعدت، ترتيبك ما ساعد، نلجأ لشغله كثير حلوه اسمها تصالب مجالات. شو تصالب مجالات؟ انا بعشق الرياضه، انا بعشق الفوتبول، وطلع لي طب. عمل فرع جديد اسمه طب رياضي. استاذ انا روح قلبي علم النفس منيح، وما دخلت علم نفس، بس انا رحت جغرافيا. هي انت كجغرافيا بتروح بتلاقي انس جغرافيا بس عم تشتغل على نفسيه الطلاب، هذا كثير شائع بنشوفه كثير. فانا لما بعمل تصالب مجالات، اي حدا عنده حلم ما فاته، لا ما دراستك او فرعك ما معناته تخليت عن حلمك، لا اتركه على جنب، حطه على جنب وفوت فيه. هلا في كثير من الطلاب بيساووا شغله حلوه، بيفوتوا الفرع الاقرب لحلمهم. انا حلمي معلوماتي من انا وصغير بلعب العاب الكترونيه وانا حابب فوت، ما طلع لي جامعه، فتت معهد تقنيه معلومات، فتت معهد مكتبه وحوس، يعني فتت معاهد قريبه من هذا الشغف اللي انا بدي اياه. انا بحلم دائما
يكون عندي البزنس الخاص فيني، ما طلع لي اقتصاد، ما طلع لي إدارة أعمال، إيه طلع لي معهد علوم مالية ومصرفية، طلع لي معهد تجاري. فأنا ولو هدول المعاهد هي الشغلة اللي كتير مهمة للطلاب. اليوم إذا أنت أبدعت بالمعهد وكنت جيد فيه، في حلين طبعاً، فيك تكون أكاديمي وتطلع أكاديمياً تكمل جامعة، والنقطة الثانية المعاهد العملي فيهن أكثر بكثير من الجامعة، فهو مجهز لسوق العمل، فبسوق العمل أصلاً يفضل المعهد عن الجامعة يا جماعة، هي معلومة كثير يعني ما لها شائعة. لأن اليوم في خيار التعليم الافتراضي، في خيار التعليم المفتوح. أنا لو يعني اطلعوا على كل التجارب، اليوم كثير من الطلاب ممكن يصطدموا مع أهاليهم، بعد سنة بيوقف تسجيل وبيفوت تعليم افتراضي. معناته تعليم افتراضي، مين قال له تعليم افتراضي؟ في كثير مهندسين رائعين ورهيبين وخالصين تعليم افتراضي، شغلهم افتراضي، في كثير اوقات درسوا العالم افتراضي. بالتالي الكثير مهم انا اطلع على كل الخيارات، اعرف كل التجارب، اسمع كثير، تمام؟ واخر شيء سبحان الله، يعني الواحد ما في تخصص مثالي، ما في اختيار مثالي، انا بدي ارفع اكبر قدر ممكن. وكثير مهم تسألوا عن التخصص، التخصص بقلب الفرع. انا اذا فتت والله اذا فتت انا اقتصاد، انت بتعرف شو في افرع الاقتصاد؟ بتعرف انه الاقتصاد له 5 افرع؟ بتعرف انه في اداره اعمال؟ بتعرف انه في محاسبه؟ انت اذا فتت عماره، بتعرف انه في بالسنه الثالثه في 4 تخصصات للعماره، في هندسه مدن، في هندسه طرق، في ها. انا اذا فتت معلوماتيه، بتعرف انه فيك تروح في شيء اسمه هاردوير، في شيء اسمه سوفتوير. ففي شيء انت بيهمني انا اعرف تخصصات. كتير مهم السؤال اللي أنا بطرحه لأي طالب، أنت بعد 10 سنين شو بدك تصير؟ طيب شو الفرع اللي ممكن يوصلك؟ الفرع يا جماعة الخير أو الجامعة هي بداية الطريق وليست الطريق، هي ما للنهاية، هي مجرد البداية. فكتير ناس بتفكر أنا فتت على الجامعة انتهى، تمام، أو راحت علي، أو مثل ما بيقولوا انتهى حلمي. لا، وكتير طلاب بيدرسوا بعد الجامعة بيخلصوا، بعد ما يخلص بيروح. كثير بدي اعرف انه انا المهن بالعالم تنقسم الى قسمين، مهن اكاديميه ومهن تنفيذيه. المهن الاكاديميه هي اللي فيها علم كثير ودائما بدها تعلم جديد، المهن التنفيذيه هي اللي بدها شغل على ارض الواقع، اللي بدها شيء موجود وشيء فعملي. هذا شيء وهذا شيء، هاد شخصيته هيك وهاد شخصيته هيك. برجع بقول الغريب انه نحن عندنا فكره مسبقه عن الفرع، بنلبسها عليه للفرع وخلص بناخذها. دائما لازم اتعلم عن الفرع، حاول شوفه، حاول اعمل محاكاة قدر الامكان. ما في فرع سيء ان شاء الله. معهد انا دائما بيجيني شباب بيكون في معهد مثل بيقولوا الناس مو شايفته وما له طعمه، تلاقي هذا الشاب ناجح ماليا ويا سلام ويا عيني، وكم وكم من الدكاترة والمهندسين اسف يا جماعة مو ملاقين ياكلوا، مكانته الاجتماعية ليست جيدة. ما تفكروا اذا فات طب معناته ختمة، ما تفكروا. كثير احنا من طلاب مثلا هلا دائما انا بدي افوتوا تحضيريه، بسالهم بقول لهم انتم بتعرفوا انه اخر السنه في 10% من اللي حتفوتوا تحضيريه ما حيطلع لكم شيء وحتعيدوا السنه؟ انتم مستوعبين؟ انتم قبل ما تاخذوا هذا الخيار اخذين هذا الخطر؟ فهمانين؟ حاسبينه صح؟ للاسف نحن بنكون ما عندنا فكره، فايتين. واهم شغله، اكثر شغله يعني شهيره اللي تفضلتي فيها، انه بيكون خالي محامي وعمي محامي وابي محامي، يصير انا محامي. كثير مهم استاذ سليم، خلينا انه هيك بس ننوه عليه لكل الطلاب اليوم انه لكل فرع في ايجابيات في سلبيات بالمقابل، وكثير طلاب سجلوا بافرع وضلوا فيه سنه وسنتين وبعدين غيروا مسارهم. طيب هون الميل المهني لهذا الطالب كيف ممكن، او شو هي الاشياء اللي بتساعده لحتى يختصر سنوات تعب، يختصر سنوات من التغيير الافرع، يكتشف ميله المهني وين بالضبط؟ اليوم كل ما تعب اكثر على حاله، تمام، اكتشف حاله. طبعا في 4 استبيانات شهيره، او هلا استبيانات شهيره جدا جدا جدا، في استبيان نحن بنشتغل عليه هو استبيان هولند، استبيان ميول مهني. انا اليوم ان شاء الله حنزل لكل الطلاب، كله هذا موجود بالمعرض، موجود بالمعرض وموجود حتى على النت وموجود بكل الفعاليات، ومشكور جدا كثير جمعيات وكثير فرق عم تساوي هذا الموضوع، تمام. احنا بنساوي استبيان اسمه استبيان ميول مهني، فانت بتعرف ميولك المهنيه وين. طبعا في كثير استبيانات علمية وعالمية، ما عم نحكي عن استبيانات فيسبوك يا جماعة تبع احذر مهنة المستقبل تبعك، هذا كلام مرفوض. الفكرة الأساسية انه روح لاستبيان عالمي، استبيان معروف، استبيان مشهور، تعرف ميولك. اثنين، الشغلة اللي كتير مهمة انك تعيش الفرع. افضل طريقة اذا طالع لك صيدلة تنزلي على الصيدلية وتشوفي شلون بيعيشوا الصيدلة.
افضل طريقه اذا طالع لي محاماه روح على مكتب محامي وشوفه شلون. وهذا الشيء اللي عم تعملوه حاليا من خلال هي الورشه. نحن بنعمل شيء مصغر، بنعمل مكيف. بس قبل ما نختم استاذ سليم سريعا، وين كانت الاماكن مشان للي هلا انضم ليتابعنا؟ الاماكن ان شاء الله يوم السبت حنكون بمكتب عنبر تمام من 10 للأربعة بالشام القديمه، ان شاء الله يوم الاحد حنكون بالتميز على كورنيش الميدان من 2 للـ6، وحنكون 3، 4، 5 بفندق الشرق بساحه الحجاز، وان شاء الله السبت اللي بعده حنكون بجمعيه المبره بالمزه، وباذن الله حيكون في يعني معارض ثانيه، في معرض كبير عم نجهز له بمدينه مدينه معارض القديمه اللي نحجز الرئيس، هذا معرض كبير ان شاء الله يعني عم نرتب لنعرف تاريخه بالضبط ان شاء الله. المهم انه يعني بالنهايه الشيء اللي عم تعملوه كثير ضروري طبعا مجاني، وطبعا بنرحب بكل الطلاب يعني أكيد. هي شغله اساسيه، والحمد لله هي ثامن سنه بفضل الله عز وجل. عن جد بتشكر كل المتطوعين وبتشكر كل يعني كل فريق العمل وكل المنظمين أكيد. والجهات اللي عم تشاركنا. شكرا كثير لك استاذ ولكل يعني عم يشتغلوا معك. شكرا لكم. حوجه بس ثاني اخر شيء حقول للطلاب كلهم، اخر شيء شو ما طلع لك تمام انبسط، حبه تمام، توكل على الله هذا نصيبك، ارضى فيه، احب ما يكون لتكون ما تحب، اكيد وتوكل على الله باذن الله الله بييسر لك امورك. شكرا كثير لك استاذ سليم اليوم، واكيد نتمنى لكل الطلاب التوفيق والحظ الوافر. اما هلا مشاهدينا رح ننتقل معكم لاولى تقارير ضمن المحافظات السوريه ولمدينه اللاذقيه، وعم تستمر فعاليات ملتقى اوغاريت للفنون التشكيليه على موقع راس شمره الاثري باللاذقيه وسط مشاركه فنانين من مختلف المحافظات السورية، وأكيد تفاصيل أكثر رح نتابعها ضمن التقرير مع مازن محمد. تستمر ولليوم الثاني فعاليات ملتقى أوغاريت للفنون التشكيلية في موقع رأس شمرة الأثرية باللاذقية وسط مشاركة فنانين من مختلف المحافظات السورية. معنا 11 فنان من مختلف المحافظات السورية، طبعا فنانين مهمين جدا ولهم دور كتير كبير بالحركة الفن التشكيلية السورية، مختلف المدارس ومختلف التقنيات. هذا تقريبا خليني أقول الملتقى رح يكون إن شاء الله دوري ملتقى أوغاريت. طبعا الملتقى بلش ب1/9 رح ننتهي إن شاء الله ب7/9، رح يكون في حفل ختام تكريم الفنانين المشاركين إن شاء الله رح يكون بدار الأسد بس للثقافة يوم 7/9. يعني دائما الملتقيات هي خليني أقول عتبات للوعي وجسور بتعرفوا الناس من خلالها على تجارب مختلفة. الناتج بيكون عبارة عن مجموعة من الأعمال الفنية، عادة ممكن الفنان يقدم فحوى للتجربة اللي هو عاشها، وزائد أنه هو يختلط بريحة المكان بحيث أنه هذا المكان له قيمة تاريخية جدا ونحن متعلقين فيها كونه أوغاريت هي الأم اللي قدمت أجمل لغة لهذا العالم الطيب. بوجود هيك ظرف وبهيك واقع نحن عم نعيشه، فضروري إحياء هذا التراث من جديد بطريق جديد، يعني نعبر عن روح المكان، وهذا الشيء ضروري يعني نحن نحمل رسالة يعني بتختص بالمكان وبتاخد من أدوات الفنان. عايشين جزء من تاريخ المنطقة، هذا حلم بالنسبة لي إنه كنا نزوره يعني وزايرينه يعني عدة مرات بس يعني جولات قصيرة، هلا عايشين بالموقع هذا شيء عظيم بالنسبة لي يعني. ثانياً أهمية المشاركة بين الوزارة والمجتمع الأهلي بالمنطقة أهل بهذا الجو الجميل والمكان الجميل بين البحر وبين الجبل. حقيقة سوريا هي أجمل بلد أنا بشوفها بطقسها الحلو بكل شيء، ونحن كلياتنا هون مجموعة من الفنانين عم نتعرف على بعض أكثر، عم نلهم بعض أكثر، عم نحاول نتطور ونطلع من هاي القوقعة اللي نحن عايشينها بهالظروف الصعبة بسوريا. الملتقى محطة للإبداع الفني وفرصة لتبادل الخبرات وتطوير الحركة التشكيلية من مدينة الأبجدية الأولى أوغاريت.
بيقولوا عفاف الوقاية خير من قنطار العلاج، ومثل ما بنعرف طبعا الطبيعة مليانة بالأدوية الطبيعية، ومنها الليمون فيتامين سي يلي بيزيد من مناعة الجسم، وخصوصا نحن بهي الفترة الانتقالية بين الحر الشديد والهواء يعني بداية خريف، فبالتالي بتكتر أمراض الرشح اللي بيكون فيتامين سي مفيد جدا. خلينا نتعرف على فوائد الليمون وغيره من التفاصيل بالتقرير التالي. الليمون لتحصين الجسم وتقوية مناعته. الليمون محمل بالفيتامين سي، وهو الفيتامين الضروري لتقوية وتعزيز نظام المناعة، فهو يساهم في زيادة إنتاج كريات الدم البيضاء التي تحارب الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والأجسام الغريبة الضارة الأخرى. يحتوي على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضد العدوى الفيروسية، ويحتوي على الفيتامين A وحمض الفوليك والنحاس وجميع العناصر المغذية التي تلعب دوراً هاماً في تحفيز المناعة. أخيراً، الليمون غني بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وبالتالي فإن فاكهة رائعة لصحة القلب، لأنه يحمي الشرايين من الجذور الحرة ويمنع أكسدة الكوليسترول. وختام صباحنا سلمان بيان هيك شيء أساسي بكل عائلة سورية وعلى كل مائدة سورية، لازم تنوجد هاي الأصناف المتعددة والتقليدية واللي هي بتكون اليوم أساسية بكل مطبخ سوري، وأكيد هي منتشرة عبر البلاد، أكيد كتير بلاد شقيقة وعربية بتحب المائدة السورية، وبس يجوا على سوريا بيختاروا هاي الأشياء التقليدية والأصناف يلي موجودة، ولكن اليوم هاي الأصناف صارت هي مشروع صار يشتغل بكل حب واهتمام وبراعة حتى. صحيح عفاف، مثل ما قلتي اليوم المونة بهيك بلغتنا البسيطة مثل ما بنقول المونة هي أساس البيوت السورية، دائما كل فصل بنمون شو بيكون موجود. هلأ مثل ما بنعرف حاليا كتير من الشغلات اللي بتكون بهذا الوقت مونتها، البيوت كتير هلأ بلشت مليانة بالملوخية، مليانة بكتير أصناف تانية، بلشت الناس تستعد موسم المكدوس كمان، هي التفاصيل وغيرها. هذا المشروع حوله اثنين من الأشخاص ثنائي لحتى يكون مشروع خاص فيهم طبعا، ولحتى نتعرف اكثر على هذا المشروع وتفاصيله بصيرنا نرحب بضيوفنا بالاستوديو الاستاذه اسماء نشواتي وسامر السيروان. اهلا وسهلا فيك استاذ، صباح الخير. صباح النور سيدي اسماء، صباح الخير. صباح النور يا سيدي، صباح النور. يعني هيك شهيتونا وصارنا اصلا بس خبزه نسياني نسينا الخبز. خلينا بالاول هيك نتعرف على هذا المشروع، كيف بدات الفكره من عندك وشي اللي حبيتي هيك تقدمي او تزرعي بصمتك فيه؟ حتى هلا نحن كست سوريات كلياتنا وعينا على أهالينا أمنا وستنا إنه المونة هي أساسية بالبيت. أنا كان عندي شغف في هاي القصة الحقيقة، إنه بحب هالقصص هاي، وكنت شوف كيف ماما كانت تمون وكيف كان خالاتي كيف كانوا، فضلت ببالي هاي القصة. وأنا بطبعي بحب المونة، يعني أنا بحب يكون ببيتي مثلا كل شيء مثل أي ست، إنه اليوم أنا ما عندي مثلا ما بدي أعمل شيء، بفتح من فريستي بفتح برادي بفتح بلاقي كل شيء عندي وبحط على الأكل لأولادي لأهلي. فبدأت بهيك أنا لبيتي بالأول، بعدين في ناس مثلا صارت إنه تذوق أو شيء يعجبها شجعوني إنه ليش ما بتعملي، ليش ما بتشتغلي يعني هيك قصص. فصرنا تماما يعني صرنا نبتكر اكثر طبعا، واللي اكثر شيء هلا هو اللي سأل اللي اثر بهالشغله هو الكهرباء، لانه انت بتعرفي انه ما عاد في فريزر مثلا، كنا نحط بالفريزرات كنا نحط، هلا الكهرباء صارت صعبه، فاتجهنا لشغله ثانيه التجفيف مثلا. هلا بنحكي مثلا كيف الجبنه كنا صرنا نعملها، ما بدها براد، اللبنه ما بدها براد، فينا نحتفظ فيها سنه كامله وما بيصير لها شيء. اكيد استاذ، خلينا نتعرف بالبدايه، اليوم حضرتك شريك مثل ما بيقولوا شريك حياه وايضا شريك طمع بهذا المشروع. طمع غالبا هذا اختصاص السيدات بالبيت. هلا هو مو مقتصر على السيدات، يعني صحيح. في معظم الشيفات هيك الجانب الخاص اللي انت اشتركت فيه مع الاستاذ. والله انا اشتركت بكل شيء، يعني لانه انا كمان مثل ما هي عندها شغف وانا عندي شغف بهالقصة كثير، يعني بحب جرب بحب ساوي نجرب ندوق كذا. يعني مثال بسيط، يعني عندنا اللبنة ممكن تكون في 10 أصناف من اللبنة،
بتقولي لي كيف يعني ممكن نحط لبنه مدعبله مع جبنه مع زيتون مع كذا؟ هلا اللبنه يعني في قصص كثير هلا بنحكي عنها، فهي حلوه، هي الشغله حلوه يعني. سبحان الله كل واحد له هوايات او له ميل لهالقصة، وانا الحمد لله انا لي ميل بين يمكن. سيدي اسمع، خبرينا هيك خلي كل المشاهدين يعرفوا شيء مهم وحلو اليوم عن شريك الحياة، قد ايه هو انه حلو يكون شريك عمل، شريك طموح، يساندك بنجاحك ويدعمك وبنفس الوقت يصير شريكك بالشيء اللي انت بتشتغلي. اي 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 مشروع اكل او غير اكل، اذا ما في دعم، اذا ما حدا عم يدعمك، اهلك، زوجك، ما بينجح. هذا شيء اكيد. ومثل ما قالك هو نفسه على الاكل كثير طيب، وفعلا هو بي بي هو الزواق الاول تماما. ايه، وبيجرب وبيخترع يعني وبيحاول. فانا وقت بلشت فيها كنت انا اول شيء بصراحه انا ما كنت اعرف اشتغل شيء، يعني انا اول ما تزوجت ما بعرف شيء، يجيب لي خلينا نعمل هاي او نعمل، لا انا ما بعرف، لا بدنا نجرب. لا، من هاي القصة، من التجربة، ما زبطت هالمرة، زبطت تاني مرة، من هون انطلق مشروعنا. وفعلا هو الداعم الأساسي. ممكن هذا سر نجاحكم هو يكون؟ بعتقد هيك. طبعا لأنه بنجرب على حالنا قبل ما نجرب. ما بتسقف يعني، إيد لحالة ما بتسقف أكيد يعني. طيب خلينا نحكي عن الأنواع. هلأ مثل ما بنعرف، قلت أنا بالبداية هلأ موسم الملوخية، تمام، كل البيوت بلشت الملوخية والبانوخ والاسطوح والفخيران وكله صار. هلا خلينا نحكي شوي عن الاصناف. مثل ما شايفين الباميه الملوخيه هي من الانواع اللي بتتجفف، ممكن نجففها تماما، ممكن نجففها تعودنا سنه كامله. اي وهيك تعودنا يعني الاغلبيه تماماً. بس انت كنت عم تقولي عن الجبنه واللبنه، تمام، صار في طريقه شوي مختلفه. هلا سابقا في منهم بيحطوها بالفريزر كذا، خلينا نشرح شوي. هلا بالنسبه للجبنه، انا جبنه كنا نمونها بالفريزر. انا زوجي من النوع اللي ما بحب يطالع الجبنه من الفريزر وياكلها، بحبها تكون كانها تازه. واجانا مثل ما قلت لك هلا مثلا الكهرباء، انه ما عاد نقدر نمونها. هي بالمي والملح، الملح الصخري. بس طبعا بده يكون في العيار المضبوط يعني. انا لاجل الجبنه لحتى جففها لحتى مسنره، مسنره تماما، بسنروا الجبنه. هي بالقديم كانوا كثير يعملوها مطربنات ويحطوها بالمطربنات الكبيره وتضل سنه كامله. بمجرد ما زبطتي ملحها انت وركزتي الملح، حطيتي المطربان، حطيتي الجبنه، بتطلع تمام. اللبنه مثل ما قال لك هلا، اللبنه المدعبله هلا انا بحط معها زعتر، بحط معها طرخون يعني كمنكه بقلب الزيت، بجوز حدا ما يحبه بس احنا انا هيك مثلا بحبه. اللبنه بعملها هيك مدعبله، ممكن اعملها هلا موسم مقدوس، انا كثير بحب اللبنه مع المقدوس، فحطينا حشوه المقدوس مع اللبنه. هلا هي جوز وفليفله، انا كثير استغربتها بصراحه. ايه؟ وهي شيء كثير جديد نعزبك عليه نشوفها. هي لبنه مع حشوه لبنة المقدوس، مع حشوه المقدوس. انا الفليفله حتى مساويتها بالبيت، تمام. فحشوتي بس نسيتي الخبز، طب جيب الخبز مشان نذوق ونقول للعالم كيف الطعم. الله يسامحك، تمام. خلينا يعني نحكي عن جد جريري حتى ندوق. انا هلا هي انا ما كثير بحبها بس اشتهيت ذوقها بصراحه، يعني حشوه المقدوس مع اللبنه. مع اللبنه كيف عملتيها؟ من وين استهجنتي الفكره؟ من وين جبتي؟ يعني في حدا داقه ولا بالصدفه صارت ولا انت اخترعتيها؟ لا بالصنبيش بالعاده. انا هلا انا بطبعي بحب المقدوس اكل معه لبنه. فبدل ما احط المقدوس، انت كثير طيبه لانه هي عن جد اطيب اكله. فهي حشوه المقدوس مثلا زاد عندي شوي، عندي مع شويه اذا مقدوس حد بتيجي لبنه هيك تماما بتطلع كثير حلوه. هلا هي لبنه حده، ما هلا هي لبنه حده مع الفليفله، يعني هي مع اللي بيحبوا الحد تماما. انا عملت الفليفله مثلا دبس فليفله، دبس فليفله عملته حطيته مع اللبنه، قطعت هيك زيتون قطع صغيره حطيتهم مع اللبنه، لانه انا يعني لبنه والزيتون كمان طيبين مع بعض. ف ممكن يعني بالاخير يعني كله بده ينخلط، يعني دبس الفليفله حاسين انها خلطه جاهزه. خلطه جاهزه تمام. بدنا نعذب حالنا على الصحون تماما. طيب انا ولا مره مجربه اني احطهم او ذوقهم مع بعض. بس هلا قد ما حكيت هلا لازم تذوقي المقدوس مع اللبنه. في عندنا صديق انا اللي انت كيف تاكلي لبنه وزيتون؟ بقول له كثير طيبه. بقول لي لا ما بتخيل اني اكلها. قلت له لا ذوقها لانه هي عن جد هي كثير طيبه اللبنه مثلا والزيتون، يعني هي انا كثير بحبها مثلا، واللي داقوها كثير حبوها. طبعا بدها تكون على اصول، يعني بده يكون الجوز، بده يكون الفليفله لحتى مع اللبنه، ولبنه تكون بلديه طيبه، فبتطلع اكيد نكهه غير شكل. المقدوس هلا موسم المقدوس،
اطيب اكله صراحه. اي والله مزبوطي اطيب اكله مكدوس كلياتنا بنعرف نجهزه اكيد، في ناس يمكن ما بتعرف كثير بس هو طبعا لك عن شيء بخص هذا الموضوع بالذات تفاصيل. اليوم بنعرف كثير ناس طبعا الجوز غلي اكيد، في ناس استبدلت الجوز مثلا بالفول السوداني تماما مزبوط صحيح. وكمان في تفصيله ثانيه اللي هو بيقول لك مثلا باذنجان في ناس بتعمله وصارت هلا بطرق مختلفه صحيح. ما عادت مثل الطرق صحيح. القديمه خصوصا صحيح. لانه الكميات قليله قلت تماما. كيف بينجح معنا خلينا نقول بينجح معنا وما بنوصل لمرحله انه بعد شهرين ثلاثه لقيناه انهرى ما نقدر ناكله يعني؟ هلا لينجح معنا هو طريقه السلق يعني وقت بدي اسلق انا المكدوس بدي وصله لمرحله لانه انا بعدين بدي اعرف انه انا بدي احط له الملح بده ينكبس فهذا هو لحاله بيسويه، فانا ما بدي اسويه وقت اسلقه على الاخر وسط. ما بدي اسلقه كثير بده يكون وسط لانه انا بدي سوقه مثل ما بنقول من سوقه بنحط له الملح وبدنا نكبسه لحتى تطلع منه المي، هو الملح كمان بده يرجع يسويه. هاي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. كمان في انواع الباذنجان، هلا انا بتجيني طلبات بدهم باذنجان بلدي، ناس بدهم حمصي، ناس بدهم حموي. هو اطيب شيء الباذنجان الحمصي، الحمصي صراحه هو اطيب شيء الابيض. فكل نوع باذنجان كمان بالسلق بيختلف، في شيء بياخذ ربع ساعه، في شيء بياخذ اكثر، في شيء اقل، هاي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. طبعا الجوز اكيد هو الجوز البلدي والزيت البلدي هذا اكيد. الفليفله في انواع قش كثير بالسوق لانه عم يخلطوا الفليفله كثير صحيح. احسن شيء طبعا اللي بتصير بالبيت لانه انت عارفاني حالك شو عم تعملي شو جايبة. وشو جايبه بالنسبه ل... في ناس بيطلبوا حد، في ناس بيطلبوا لا بدون حد، فانا بعمل فليفله حده وفليفله لا حلوه، ممكن ادمجهم مع بعض بصيروا بقى وسط، ممكن يعني انه كل زبون في له طلب بس انه هو المكدوس بالسلق انه نعرف كيف بدنا نسلقه وكل شيء وكل شيء بتخلص من ميته. اهم شيء المي، المي لانه هي المي اللي بتخليه يعفن او يهلط مثل ما بيقولوا انه يهلط الباذنجان يعني يستوي كثير. سيد سامر خلينا هيك بما انه انت الزواق واللي حاكم على شغله للسيده اسماء والكنت الداعم الاكبر لها، اليوم صار في يعني خلط بين المونه والقصص الفطور اصناف الفطور والغداء، يعني اخترعتوا شيء اكله مثلا بالغداء هي مناسبه للغداء اكثر، طبخ اكثر بتتفنن هلا الفطور عندنا مثلا ما شاء الله الاصناف السوريه مليانه مثل ما خبرتك، يعني اللبنه ممكن تساوي منها 10 انواع، الجبنه كمان ما شاء الله، الشنجليش الكذا كله ما شاء الله صار يعني تشكيله واسعه. هلا هدول خاصين بالفطور. بالفطور بالنسبه لوجبات الغداء، وجبات الغداء يعني السوريين كلهم ذواقين، يعني ما فيكي انت تلعبي على ذوقهم، يعني ما فيكي تدخلي لهم شيء، وما شاء الله اصنافنا كثيره، يعني المطبخ السوري اصنافه كثيره يعني من انواع واشكال، يعني طريقه الملوخيه بتعملوها مثل ما كل السوريين بيعملوها، مثل ما كل السوريين بيعملوها بالنسبة لتنشيفة وبالنسبة لطبقة، مثل ما قلت لك يعني السوري ما عنده أصناف كتير وما فيكي تلعبي معه بهذا الموضوع لأنه زواق، يعني ما بيقبل أي شيء مثلا تتفنن لأنه هي خلقة طيبة، يعني شلون بدك تتفنني له فيها يعني. طبعا نحن مطبخنا من قرص الكبة لأي نوع بتطلبيه، يعني نحن عنا وجبات غدا، عنا مناسف، عنا كباب، كل شيء أي شيء بتطلبيه، وبالإضافة هلأ لأنه هلأ وقت المونة، يعني هلأ موسم المونة أكيد. يعني تفاصيل مهمة جدا اليوم عرفناها، شكرا لأنه شاركتونا هالصباح الحلو وجوعتونا من عند الصباح علينا ووصلتونا النص البير وقطعتوا الحبل فينا ما جبتوا لنا خبزة، بس بكل الأحوال بنتمنى لكم التوفيق وكتير حلو هيك إنه يكون عنا يعني من ناسنا من أهلنا اللي بيحافظوا وبيعملوا مشاريع إنتاجية بأبسط الطرق اللي هي مونة البيت. شكرا لكم أهلا وسهلا، شكرا لكم طبعا التوفيق لكم يعطيك العافية، كمان بنشوف هيك دائما في طبخات جديدة وأنواع جديدة مخترعينها. شكرا لكم، شكرا كثير لكم، يعطيك العافية، شكرا لك يا سلمى. هلا بعد الهواء كل المشاهدين عم يقولوا انه بدنا نجيب خبز. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، ان شاء الله هيك نكون فتحنا لكم نفسكم على الحياه منذ الصباح وعلى الفطور وعلى الاكل. كونوا بالف خير من هون لبكره وتابعونا بباقي الايام، وبكره في محطات من بيست اوف لجميع فقرات صباحنا غير، وكونوا بخير دائما كنتوا لحالكم او مع الاشخاص اللي بتحبوها.
أكيد يا عفاف، إن شاء الله نهار حلو لإلك وأكيد لمشاهدينا، ومثل العادة لا تنسوا تراسلونا لأي مواضيع بتهمكم نكون ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين. يوم السبت فريق جديد وصباح جديد، معلومات جديدة، ضلوا بألف خير، باي باي.